الاخبار هن اوجاع الراس بتكون عند البويدي مع خلص قطار عم بقول بكره ضغط عم بكره ضغط عم بكره ضغط عم غطى شايف حدا ما قاري حدا محمد غدار قدر يمر على الدفاع قدر يمر على حارس المرمى ادلسون وقدر يسجل بالشباك ومع الفرحه اللبنانيه الكبيره بمدرجات استاد الغرافه شوفوا ما تاثر ابدا لا بوجود ويندل لا بوجود اليسون بيريرا مر على الحارس ادلسون وسجل بحرفنه الهداف ما عم يلعب مع فريق انما يزال على أرض الملعب ولا أي تكتيك إلا المدرب علي طالب جوزيف الجنين مع حسن مفتوح داخل منطقة الجزاء بلعب عرضيو رائع يا مفتوح رائع يا مفتوح مرة جديدة وإدرسون بردة فعل عم يمنع اهتزاز الشباك البرازيلي للمرة الثانية بالمباراة شوف حسن مفتوح لف الكرة من أمام المدافعين البرازيليين وصدق في قدمه اليسرى مرور مجدد على عباس عطوي بيلعب كرة خطيرة محاولة جول ما بيسألوا مين عم بيسجل اللاعب اللي تحدث عنه من بداية اللقاء هيدا حسن معطوق لا مش حسن معطوق يلي حصل هو انه إدارة مرسي رصدت اللاعب من فترة طويلة على انه مدافع مميز مع الكرة والمرتدة اللبنانية تبقى مع غدار غدار ممكن يسدد غدار عم يطول بينه عم يلعب الكرة معته جول 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 انما ملغى انما ملغى الهدف بداعي التسلل